اهلا بيكم. النادي الاهلي قرر حسم لقب النسخه رقم 61 من الدوري الممتاز قبل نهايه البطوله بست جولات علشان يوصل للقب رقم 104 في تاريخه. انا خالد الكلاني وده استوديو مش تحليلي. النادي الاهلي كان ممكن يحسم لقب البطوله في ماتش الاتحاد السكندري في حاله الفوز، لكن المباراه انتهت بتعادل سلبي بين الفرقتين قبل ما نادي الزمالك يقرر انه يهدي لقب الدوري الغريم والتقليدي بالهزيمه التاريخيه قدام نادي اسوان. النادي الاهلي وصل للنقطه رقم 73 في الموسم الحالي في صداره جدول الترتيب، الزمالك الوصيف ب 55 نقطه. ده معناه ان الزمالك لو فاز بكل الجولات اللي جايه هيوصل للنقطه 73، لكن ما ننساش ان الزمالك مخصوم منه 3 نقط بسبب وقعه الاتوبيس الشهيره، وده معناه ان اقصى عدد نقاط ممكن يوصل له الزمالك 71 نقطه. بما انه اللقب الخامس على التوالي للنادي الاهلي، خليني اقول لكم ان هو بطل المتواليات في الالقاب المحليه بعد ما قدر يحقق القاب متتاليه في 7 فترات مختلفه. اكبر عدد متواليات للنادي الاهلي كان 8 القاب في الفتره ما بين 48 ل 58. النادي الاهلي في 61 نسخه من الدوري المصري الممتاز لعب 1613 مباراه، حقق خلالهم الفوز في 1091 مباراه وخسر في 169 بس، اما التعادل كان حاضر في 354 مباراه. لعيبه النادي الاهلي سجلت لحد النهارده 2866 جول، دخل شباك النادي الاهلي 998 جول وحقق 3117 نقطة. النادي الاهلي سجل اهداف في 16 لاعب من قائمة الفريق في الموسم الحالي، وليد سليمان هو هداف الفريق ب 8 اهداف رغم قلة مشاركاته واكتفائه بالمشاركة بديلا طول الموسم. اكتر لعيب صنع اهداف هو محمد مجدي قفشة ب 7 اهداف. اكبر نتيجة فاز بيها النادي الاهلي في الموسم ده كانت 5 اهداف قدام نادي اسوان، النتيجة دي اتكررت مرة تانية قدام نادي الجونة. كمان النادي الاهلي كان على بعد خطوات بسيطة جدا من تحقيق لقب دوري لا هزيمة، الا ان نادي الزمالك الغريم التقليدي والقطب الثاني للكرة المصرية كان ليه رأي تاني وحقق الفوز الوحيد قدام النادي الاهلي في الموسم الحالي. النادي الاهلي بعد 28 جولة من البطولة قدر يحقق الفوز في 23 مباراة، يتعادل في 4 ويخسر مباراة وحيدة. كمان النادي الاهلي سجل 63 جول، دخلت شباكه 8 اهداف علشان يكون صاحب اقوى خط هجوم وخط دفاع في البطولة. بما ان كلامنا النهارده عن الدوري المصري، خليني اقول لكم كام معلومة سريعة كده يمكن ما سمعتوش عنهم قبل كده. في 61 نسخة من الدوري المصري فرقتين بس ما هبطوش ولا مرة الدوري الدرجة الثانية، هما الاهلي والزمالك. اما اكتر الفرق مشاركة في الدوري بعد الاهلي والزمالك هما الاتحاد السكندري والمصري البورسعيد، واللي غابوا عن الدوري في نسختين فقط لا غير. اما اكبر نتيجة في تاريخ الدوري المصري الممتاز كانت بين المصري وبني سويف، وفاز فيها الفريق البورسعيدي 11-0 سنة 64. اسطورتنا النهارده ولا لاعب قديم ولا حتى من مواليد الشهر ده، بس بمناسبه تتويج النادي الاهلي بالدوري وبما ان النادي الاهلي قرر يسمي النسخه دي على اسمه، فاسطورتنا النهارده هو النجم المقاتل مؤمن زكريا. مؤمن زكريا بدا مسيرته في ناشئين النادي الاهلي، خرج منه للانتاج الحربي ثم المصري، بعد كده انبي ومنه النادي الزمالك، واللي لعب معاه وشهد فتره تالق كبيره جدا جدا لمؤمن زكريا خلت النادي الاهلي قرر يرجع ابنه مره ثانيه. مؤمن زكريا خد تجربتين احترافيتين قصيرين في الدوري السعودي، مره مع اهلي جده ومره مع احد قبل ما يرجع مره ثانيه للنادي الاهلي. مؤمن زكريا لحد النهارده لعب 292 مباراه، سجل خدهم 70 هدف وصنع 32. كمان مؤمن زكريا توج ب 10 القاب، 5 دوري، 3 كاس مصر ولقبين للسوبر المحلي. الدوري اتحسم والمسيره تعتبر خلصت، لكن متعه كره القدم عرض مستمر وما بتخلصش. ما تنسوش تقولوا لنا رايكم في الحلقه، تقولوا لنا كمان مقترحاتكم وارائكم على صفحتنا على الفيسبوك وقناتنا على اليوتيوب. نشوفكم مره ثانيه.